السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. النهارده نحضر معكم بانكيك. كنحتاجوا فيه جوج كيسان تاع الفرينه، كنحتاجوا فيه جوج كيسان تاع الحليب، 3 معالق كبار تاع السكر، جوج بيضات، ربع كاس تاع الزيت فاني، ومعلقه صغيره تاع الخماره. كنديروا البيض، جوج بيضات مع 3 معالق كبار تاع سنيده مع فاني. كنضربوهم. ومن بعد كنزيدو عليهم جوج كيسان الحليب مع دوك جوج كيسان فارينة مع معلقه صغيره نتاع الخماره، وعلى حسب اللي بغى يدير اكثر. يعني شحال ما درتي 3 الكيسان تاع فارينه ديري 3 الكيسان تاع حليب، درتي جوج ديري جوج كيسان، بغيتي ديري كاس واحد ديري كاس واحد تاع الحليب، يعني على حسب يعني شحال كاين اشخاص في الدار. صافي، كنزيدو معايا معلقه الخماره وكنضربوه. وصراحه كيجي هو ساهل وفي ساعه كيوجد، يعني في الدقائق في ساعه كيوجد اللي بغى يحضروا الفطور ولا الكوتي للدراري الصغار. صافي، من بعد ما دربنا كما كتشوفوا كيجي بحال الطريقه. كنكونوا دايرين البقله تسخن شويه وكنقصوا عليها يعني النار متوسطه وكنبداو نطيبوا. بعد كنشوفها شويه شدت راسها كنقلبوا على الجهه الاخرى حتى كطيب، يعني في ساعه كيطيب، يعني خاصكم يعني ديروا البال معاه، ماشي ديروه وتخليوه، خاصكم تبقاو حاضينو. نبقاو غاديين بحال هاد الطريقه حتى كنكملوا العجينه كامله. ومن بعد مي كيوجد كيما بغيتو، يعني على حسب الذوق ديالكم، تبقاو بالشوكولات بالعسل يعني كما بغيتوا.